في إطار تنفيذ البرنامج النضالي المصدر من طرف المجلس الكونفدرالي، نرحب بالحضور المناضلين يعني وتنوع التوجهات ديالهم السياسية والجمعوية والنقابية، ثم نرحب كذلك بالصحافة اللي حضرت معنا ونحييها كثيرا. هاد الندوة كتجي باش نسلطوا الأضواء على المعاناة ديال العمال الزراعيين على مستوى الإقليم ديال بركان، لأن معاناة لو كنت تطلعوا عليها معاناة يعني ديال بصح. وخدينا احنا مثلا لأن العمال ديال الحاج كنابيز هادي أزيد من شهرين وهما خايضين معارك نضالية، وهذه المعارك جات على ملف مطلبي بسيط أعطى طرد ديال 8 ديال العمال. بلا ما نطول أنا لأن الأخ زكواخ هو اللي غادي يشرح مزيان هاد المسائل ويوضحها مزيان. الأخ زكواخ هو الكاتب الإقليمي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مستوى الإقليم ديال بركان. نرحب كذلك ثانية بالنسبة للمناضلين والإخوة الهيئات السياسية ثم الوسائل الإعلام اللي حضر معنا، وأترك الكلمة للأخ مصطفى زكواخ وليتفضل. ممثلي الصحافة، تحية نضالية قوية للعمال الزراعيين وعلى رأسهم عمال المجموعة الفلاحية كنافيز بالحاج. معركة نضالية هما اللي أعطوا لها عنوانها الكرامة، عنوان ديال المعركة اللي خايضينها الإخوان ديالنا العمال، عنوانها الكرامة. كرامة العمال المنتجون الحقيقيون للثروة الوطنية، كرامة المواطنين جميعا. الإخوان باش نهضروا على المعاناة ديال العمال الزراعيين في الإقليم ديال بركان غيطول بنا الحديث، ولكن غادي نختصرها في عناوين، ولا بغيتو نطولوا فيها النقاش ونلقوا الأضواء أكثر والعمال حاضرين معنا غادي يحكيوها طرية. كانت أساسا وفي البداية نتاعها نتاع سكان المنطقة، نتاع سكان ديال بركان قبل أن تكون بركان مدينة وقبل أن تصير بركان إقليما. كانت هذه الأرض كانت للمالكين ديالها الأصليين. باختصار جاء الاستعمار فانتزعها منهم بالغلبة والقوة والعنف، استمروا فيها المعمرين وتحول أصحاب الأرض إلى عمال أو نزحوا إلى أماكن أخرى. ما لناش جاء الاستقلال وبقي المعمرون، وجاء قانون استرجاع الأراضي اللي كانوا كيستثمروها المعمرين. جاء القانون ديال استرجاع
الأراضي. عملت الدولة على التسيير نتاع هاد الأراضي، ولكن واش كاين فيها نتاع اليوم؟ غادي نذكر هادي باش ما كتمشيش. واحد الأغلبية نتاع هادو ما كيستثمروش، هما كيكريوها. شدها بالمثال فعل الدولة العام، وجي يكريها الفلاحين الصغار وكذا، وهذه تيكريها 800,000 حتى المليون. ها الاقتصاد ديال الريع شحال كيربح؟ هذا نفترضوا كاع حنا شاد 200,000 وكراها مليون، تيربح 800,000 في الهكتار. كيربح 800,000 في الهكتار، هو ما كيدير ديال والو. وشوفوا، وهذا الشيء كان موضوع تقارير درناها نتاع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع العمال الزراعيين، مع القطاعات اللي متواجدة فيها CDT، والمكتب الإقليمي دار ديال الأمور نتاعو، وأرسلت بعثنا بها المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وطرحت مع الوزارة اللي معنية، ولكن ما كاين لا تفتيش لا كذا لا هذه لا هذه. هذا هو الإشكال اللي تيكون تما، وهو جوهر الصراع ديال العمال المؤطرين نقابيين مع هذا المستثمرين. من غادي نجيو لهذا المستثمرين، الأغلبية نتاعهم، ما غاديش نقول كلهم، ولكن الأغلبية ديالهم غير يسمع النقابة يطيرلو الفرخ. نقابة صافي ما خصهاش تكون وكذا وهادي وهادي وهادي، وخاصة إلى عرف على أن كاين CDT. نعطي لكم مثال، تسمعوا على تعاونيات الازدهار. ها تعاونيات الازدهار راه غير سميه، وراه كاين غير واحد باين والاخرين ما باينينش. كيقولوا لنا واحد راه ليه نتاع الرباط، واحد راه كذا، واحد كذا. التعاونيه ديال الازدهار شحال كتستغل من هكتار؟ مع كل التحفظات على انها 570 هكتار. هذه ما فاتت، لا كناش تحملات ولا عمر نتاع شي حد ولا كذا، وما زال يستغل وما اداش حتى شي سنتيم. كانت الاملاك المخزنيه سجلت عليه دعوة، راه كيشتغل من عام 92، وربما شي سته ديال الملاير باش كانت حكمت باش ينفذوا. بمجرد ما توصلت السلطات باش يقول لهم هادشي اللي يسرى لكم، كيترد الكاتب نتاع المكتب النقابي مشى لقى عاود شي واحد اللي غادي يدير تما واحد شويه نتاع النقابه، باش يدير تما جوج نتاع النقابات، يبقاو يدارزو نتاع بيناتهم. هذوك نتاع الكري اللي كانوا يبغيو يتفرجوا يرميو الملاك حلا على الملاك حلا، ويبقاو تما غير هما بيناتهم تيقطعو وحدا. كاينين هادو باش يتخلصوا بالنقابات
كيف تلقوا النقابات. كيف دات هذه نتاع كنافس بالحاج كنشوفو نتاع شي دوينات تلقوا علينا واحد الحاس ديالهم باش يقول نتاع شي حاجة. كاين كذلك هاد المستثمرين حنا ملي كنديرو مكتب نقابي كيجي يشري الكاتب يديرو على جنبه وهو اللي ينشر يقول له يشوف دياولو اللي غادي ينشرهم يقول لهم راه باعكم. وحنا كنقولوا للاخوان تاعنا في الماكله الاخيره هذا شراه غدا نطلعوا كاتب اخر يشري حتى هو نطلعكم كاملين كتاب يدور معكم كاملين والسلام. هذه هي إذن الإخوان هذا هو الجوهر نتاع الصراع اللي كاين وهذا هو الصراع اللي عند العمال في كنافس الحاج. نوليو الكنافس بالحاج أساسي هذه الشركة في البداية وبكل موضوعية غادي نخلي طبقية ونخلي كذا ونخلي ذيك الأجرة ذاك الحد الأدنى الأجور اللي كيعطيونا الحد الأدنى الأجر القانوني واش هو من ماشي هو نخليو هذه الأمور. هاد الشركة في البداية نتاعها كانت إلى حد ما بداية مزيانة خاصة في التعامل كتوضع ملفات مطلبية كيكون فيها الحوار نوصل بعض نتاع النتائج ولا أحيانا ما نوصلوش. لباس العمل كان دابزو عليه كيجيبو شويه ناقص مره هكا مره هكا ولكن تيوقع عليه ديال تيوقع معارك. هذه من مده ولات هذه الشركه كتجلس كتعطي وعود ولكنها ما كتنفذش. المشكل اللي كاين حاليا كان العمال قدموا بملف مطلبي فيه تعويض العمال المحالين على التقاعد. بمعنى ملي كيتقاعد شي عامل خصنا نعوضوه ماشي الخدمه ديالو نرميوها على هذوك اللي باقيين. قاعدوا مجموعة ديال العمال ما عوضوهمش وفي المدونة ديال الشغل من الضروري تعويض العمال المتقاعدين. كان هذا المطلب تعويض العمال الذين أحيلوا على التقاعد. النقطة الزوجة الزيادة في المنحة السنوية في منحة عيد الأضحى في منحة الدخول للمدرسة. نقطة أخرى 11 دار إضراب جات دخلت السلطة والدارات وتم الاتفاق على مواصلة الحوار وغادي يكون الخير. ذيك الكلمة اللي كانت قال نتاع دائما ندار لقاء تحت إشراف بحضور مديرية التشغيلية وإشراف رئيس الدائرة ولأن الشركة ما فهمت ديال ما بغاتش
قالت الزيادة ما كان شيء هذا، ولأنه لم يتم توصل الاتفاق وحيل الملف على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة. الملف حال على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أصبح صبحوا 8 ديال العمال مطرودين. جلسة استماع لم تكن قانونية، رفضوا الحضور لها، وجاء القرار ديال الطرد ديال 8 عمال. إخواننا انعقدت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة اجتماعها الأول، كان طرح نتاع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نقصت وحدة قبل انعقاد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة. بمجرد ما أخبرت الشركة 8 ديال العمال المطرودين أعضاء المكتب النقابي ومندوبي الأجراء، تم الإعلان عن إضراب مفتوح ما زال مستمرا إلى اليوم بالطرد ديال العمال. أعطيت مهلة أخرى فكان نفس الرد، والعمال نفس الرد، واقفين في الموقف نتاعهم مواصلين الاعتصام ديالهم والإضراب. وكان القرار النهائي إحالة الملف على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. من تأخرت هذه اللجنة للدعوة لاجتماع هذه اللجنة الوطنية، كان الاجتماع ديال المكتب الإقليمي دائما متبع هذه التطورات ديال الملف، كان اجتماع ديال المجلس الكونفدرالي اللي خرج مجموعة نتاع القرارات، يمكن الإخوان توصلتوا لها، مجموعة الخطوات والقرارات النضالية، كان أولها هو عقد هذه الندوة، ثانيا تجمع هنا بهذه الساحة اللي أمام المقر، ثم وقفة احتجاجية أمام مديرية التشغيل مع إضراب المسؤولين النقابيين، وكان نظيم مسيرة بالسيارات تنطلق من مقر الكونفدرالية إلى المعتصم ديال العمال الزراعيين بالضيعات اللي كيشتغلوا فيها. كاع داكشي اللي كاين تما نقلوه كتبوه هنايا. انا اللي سمعت والله اعلم غير سمعت على ان عندهم واحد المحامي، والمحامي هذه هي الخدمه نتاعو، ولكن ما تحملش شي حاجه يسقسيهم واش تكاين، صور يمكن هذيك اللي في المدونه وقال لهم هذه روحوا كتبوها لهم تما، ما فيه ما يتمر، يمكن طالعين له في الراس ما يخلصوش حتى هو الله اعلم. ارتكاب خطأ نشأت أنه خسارة مادية جسيمة كذا إلى آخره، استعمال العنف والاعتداء البدني. المهم أن تمشيو للمدونة ديال الشغل شوفوا ثم الخطأ الجسيم اللي كيترتب، الخطأ الجسيم يترتب عنه طرد بدون تعويض. مشاو لذاك الشيء نقلوه
الإخوان شكرا، نخلي لك كاين شي أسئلة تاعكم ومداخلات. أحيانا كيمشي للخيط وكنسترجع تحملكم لهذا. شكرا. هذه راه زيادة في العام ماشي في الشهر، شحال جيني؟ 600 درهم. لو كان قلعت له هذا إلا ما عندهمش الفلوس، هذا قلعت له 20000 فرنك، هذاك هذاك اللي زدت له وعطيتها لهذو ما خلقش مشكل. ولكن فين؟ ما خصنيش النقابة. ديما النقابة. أنت اللي كتقول لي النقابة، ما خصنيش النقابة. وما خصنيش شي نقابة سميتها سيدتي وفيها جمال. جيب لي أنا النقابة نتاع الوحش ترانكيل نتجاوب جاو ونحرحر. نحرحرهم أنا وبعدني. هيا كنحييو الاتحاد الإقليمي ديال السيدات على هذا اللقاء وهذا اليوم الإعلامي والتواصلي، من أجل يعني التعريف بالملف ديال هاد الصومال وما يعانونه من مشاكل مع شركة ولا مسؤولي شركة الحاج كرافيس. أنا بغيت ندير في مداخلتي ربما جوج ديال شقين في سؤالي. واحد الشق مرتبط بالمعركة وكيفاش ممكن ربما التساؤلات حول التتبع المعركة والمصير المعركة والآليات ربما اللي اعتمدناها منذ بدايه المعركة الآن. وقبل هذا باش ما ننساش طبعا نبغي نحيي الحضور، زعما لأن فعلا حضور قوي ديال العمال، معنى هذا أنه كاين تشبت بالملف المطلبي وكاين تشبت بالحقوق وكاين تشبت بالمكتسبات اللي أكيد ما يمكن لا نحققها إلا بالوحدة ديالنا وبالتضامن وبهذا القوة. العدد ديال بعض الأحيان راه مهمة في مثل هاد المعايير. الملف ما عرفتش بالضبط أنا بون على حساب ربما التصريح ديال الأخ زكبار بدا في شهر 11 ويمكن يكون بدا في شهر 10 على كل حال. لا خمس سنين وحنا تابعنا. خمس سنين على كل حال. إذن هاد المعلومة هذه ربما ما تقالتش ومزيان، هذا هو اللي بغيت نسول عليه. واش فعلا يعني الملف بدا منذ تقريبا هاد المدة الأخيرة ديال 4 أشهر 5 أشهر، أولا كان ملف قديم وكاين فيه تراكم ربما ديال مجموعة ديال يمكن التراجعات اللي ربما تسجلت على مستوى هاد الضيئة هذه. وكيف ما كان الحال المساله اللي ربما خصنا نوعوها هي فعلا هذه المساله هذه ديال الطرد، راه المساله اللي ولات اجراء اللي ولا يعني يقوموا به هاد الارباب العمل في كل محطه نضاليه الا فاش يكون الملف ربما مطلوب في بعض الحين يتجاوز يمكن بين قوسين، الا كان يتجاوز الامكانيات اللي عندهم ولا ما باغينش يحقوه كيطردوا واحد المجموعه ديال العمال وخاصه يمكن يطردوا المسؤولين النقابيين باش المطلب يتحول من تحقيق المطالب الى ارجاع المطرودين. وهنا ربما نبغي انا هذه المساله هذه غير نسول وربما نحسس بها العمال وحتى المسؤولين النقابيين باش اننا كنا نوعوا هذه المساله هذه. الان اللي بان على انه ربما وقد اكون خاطئا على انه الملف المطلبي الان تحول من تحقيق بعض المكتسبات والمطالب وكذا الى ارجاع المطرودين، شيء عادي. انا نظن مساله ربما فيها انسان، فيها مساله انسانيه اجتماعيه، راه اكيد ما سهلاش الانسان غادي توقف له الماندا مثلا شهر ولا شهرين وتوقف له يعني ما كانش يعني منبع اخر، ما كانش يعني شي 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 حاجه اللي ربما غادي يقدر يمكن يعوض بها مثلا هاد الراتب ديالو ولا باش يقدر يوفر القوت للاولاد ديالو. مساله غير يعني ماشي سهله وماشي، وبالتالي خصنا نوعوا هاد المساله هذه وباش ما نطيحوش في هاد الفخ اللي ربما تقدر تكون هاد الباترون وحتى ربما السلطات الاقليميه وكذا يعني دايره هاد ربما هاد التعامل ولا خلق هاد الاشكال يعني بشكل مقصود بشكل مقصود. مساله في هذا الاطار دائما انا كنقول واش النقابه الان في ان سطرات برنامج مزيان، انا كيبان لي على انه برنامج كان من المفترض ربما يتسطر في بدايه المعركه. انا يمكن نقول وربما قدر نكون خاطئ على انه مشينا ربما لواحد المعركه اللي كان ممكن نخليوها في الاخر مثلا،
يمكن الله أعلم، ويمكن سؤالي يكون ربما ماشي دقيق. واش كان مفروض علينا انه من بعد الطرد ولا من بعد، ما عرفتش انا هذه القضيه ديال الاضراب مفتوح واش دار قبل الطرد ولا من بعد الطرد؟ اذا كان من بعد الطرد مزيان، اذا حتى الطرد مزيان اكيد راه جا فوقته. غير هو في بعض الاحيان هذه الاليات اللي ممكن ربما نعتمدوها في في في, في, في مثلا من اجل المطالبه بسميتو، انا كنقول مزيان تكون فيها شويه ديال التدريج باش داك الشيء ربما اللي ممكن نديرو في الاخر يبقى هو الاخر، باش ما نستنفدوش كلشي المعارك ديالنا. علاش ما نفكروش مثلا كآلية من بين الآليات اللي ربما ما غاديش ربما غادي دير الصدى وتقدر دير الإشعاع ودير ربما يعني تخلي ان هذا المشكل ديال هذا العمال يمشي ربما ابعد الى ابعد حد. هو مثلا ندخل حتى في اضرابات عن الطعام ديال نهار يومين، ماشي بالضروره العمال، يمكن حتى المسؤولين النقابيين، يمكن الهيئات الحقوقيه النقابيه الاخرى مثلا، ولا دابا كتدار على مستوى الوطني على مجموعه ديال المطالب وكذا، مثلا في الكونفدراليه مثلا نعلو على انه مثلا المسؤولين النقابيين ومجموعه ديال الهيئات الحقوقيه وكذا وكذا يعلن عن اضراب عن الطعام مثلا ديال يوم، مثلا ديال يومين الى غير ذلك، تكون فيه مجموعه ديال البلاغات، مجموعه ديال الامور هكا، وبالتالي تعطي شويه ديال الصدى وشويه ديال الاعلام للمعركه. المساله ديال الضغط كذلك كاين اللي كيكتبوا مزيان، واحيانا في معارك مثل هاتي يمكن نضروا هذاك اللي بغينا نعاونوه، اللي عنده مثلا بغى يصفي الحسابات مع نطر بن شداد راه غدا غادي يجي الرجال بوزعبلي يساليها معاه تما. المعركة نتاع العمال ومعركة نتاع الجماهير حاجة، غير باش هادو راه عمال، وكاين نقابة. وشكرا.